مرحبا حبيبتي. أهلين. خير؟ تأخرت اليوم عن وقتها. خليها لله، ميت من تعبي، طول النهار واقف على رجلي. الله يعطيك العافية. الله يعافيكي. شو اشتغلتي اليوم؟ شغل البيت. هي بعرف شغل البيت، قصدي شو اشتغلتي من شغل البيت؟ فقت متأخرة اليوم شوي. ايه طبعا لازم تفيقي متأخرة، انت حامل والحامل لازم تنام زيادة. بعد ما شربت قهوتي قمت كنست ومسحت. الله يصلحك ويهديكي، ليش مسحتي؟ ايه شو بدي اعمل لك؟ حامل انت وما لازم تطخي على الارض بنوب، بعدين بيتلعبش الصبي ببطنك. شو نسيتي شو قال لك الدكتور؟ لا ما نسيت، بس مو معقول اترك الارض وسخه بدون مسح. يا عيني كنت تتركيها مثل ما هي، وانا بس ارجع من شغلي كنت بمسحها. يا عيب شو منك، معقوله انت تمسح الارض؟ وليش لا؟ شو رح انقص شقفه يعني؟ رح تهتز رجولتي اذا مسحت. عادي يا روحي ما فيها شيء. قليلي لشوف شو عملتي كمان؟ ابدا، كسرت السفره وقمت بعدين جليت الجليات. كمان جليتي؟ الله يصلحك ويهديكي يا وفاء. يو لكن معقول اترك الجليات بالمجلى؟ ايه ستي اتركيهم، شو عم اعمل انا يعني؟ كنت بجي من شغلي وعلى 100 مهلي بجليهم. بصراحه سعيد انت هيك عم تخجلني، يعني ما عم تخليني مد ايدي على شغلي بالبيت مع اني لساتني بالشهر الثالث. معلش يا روحي لا تخجلي ولا على بالك، ما رح تنقص رجولتي اذا جليت كم صحن. ليلي لشوف شو عملتي كمان؟ ما ساويت شي، نشرت الغسيلات وقعدت استناك لحتى تجي. كمان نشرتي الغسيلات؟ الله يصلحك يا وفاء، كنت انتظريني لارجع وانا بنشرهم عني. يعني ما بكفي الجلي والمسح وشغل البيت اللي عم تساوي، كمان بدك تنشر الغسيلات؟ ايه بنشر، وليش لحتى ما انشر؟ شو بدهم يقولوا عنك الجيران اذا شافوك واقف على البلكون عم تنشر الغسيل؟ يقولوا اللي بدهم اياه، انا ما بيهمني هالحكي كله، المهم عندي سلامتك وسلامه الولد. ايه وشو سويتي كمان؟ ان شاء الله طبختي؟ لا ما طبخت، ما كبست نفسي على ريحه الطبخ، ما عم بقدر فوت على المطبخ ابدا. ايه احسن احسن بلا طبخ، انا ادبر حالي كيف ما كان. شو بها النواشف يعني؟ طالما انت ما بتقدري تشمي ريحه الطبخ مو مشكله. سمعت لك اليوم سمعه بتحط العقل بالكف. خير؟ شو سمعتي؟ كنت اليوم عم بحكي مع بنت خالتي كوثر على التليفون، خبرتني شو صار مع جارتها لما كانت حامل. خير؟ شو صار؟ قال جارتها لما كانت حامل وعم تتوحم مثلي يعني، اجى على بالها الكرز، يا حرام نطف قلبها على حبة كرز، وجوزها مطنش ولا على باله. الله لا يعطي العافية. ايه وبعدين شو صار؟ شو بده يصير يعني؟ اجاها الصبي وفي على جبينه شامة صغيرة قد حبة الكرز تمام، ولونها أحمر وعليها خط، لأنها كانت عم تتوحم على كرز أبو خط. الله يصلحه. شو كان صار يعني لو جاب له نص كيلو كرز؟ ضروري كانت الكرزة تطلع بجبين الصبي. لا وسمعت لك سمعة أصعب من هيك، قال جارتها الثانية كانت حامل وعم تتوحم مثلي يعني، وإجا على بالها الحصرم، يا حرام طف ريقة على حبة حصرم. ايه منيحة شغلة الحصرم هينة. ايه مزبوط هينة، بس جوزها طيلة وعمل حاله ما عنده خبر. وان شاء الله طلعت الحصرمه بجبين الصبي؟ لا هالمره طلعت على خده شامه صغيره مثل الحصرمه تمام. واحذر شو النهفه. شو النهفه؟ انه هالحصرمه قصدي الشامه بتخضر بالصيف وبتحمر بالخريف مثل حبه العنب تمام. يا لطيف شو عم نسمع سمعات. لا تستغربي وفاء كل شيء بيصير. يلا وفاء مدي ايدك ليك لقمه. يسلم سعيد مو جاي على بالي. على راحتي سعيد. عم تهف نفسي على الحامض. اوعي تتحركي ولا يهمك، رح جيب لك بردقانة من برات. ما عنا بردقان. كمان خليك على قعدتك. ها اوعي تحكي بطنك، رح نطلع تحت جيب لك كيلو بردقان. لا سعيد مو جاي على بالي بردقان، جاي على بالي دراقين. شو ها؟ دراقين. انت متأكدة؟ ايه سعيد متأكدة، ليش هيك عم تحاكيني؟ لأنه هلا مو موسم الدراقن، الدنيا شتوية. ايه شو أعمل يعني؟ وحام هذا، لا بيعرف لا صيف ولا شتاء. على كل حال إذا ملاقي نزلة صعبة بلاها، بلاها نزلة، مو مشكلة. إيه لا شو مو مشكلة؟ مشكلة ونص، لازم أنزل وجيب لك دراقن. إيه أحسن ما تطلع بكرة الدراقنة بجبين الولد ويصيروا رفقاته بالمدرسة ينادوا له أبو دراقنة. اضرب أنا شو عم عزبك معي. معلش روحي، كرمالك وكرمال الببو وكل شيء بهون. بس اوعك ها اوعك بغيابي تحكي بطنك.
لا خلص ما رح هيك، بدك تطول حسب التسهيل. ادعي لي. روح الله يرزقك بحسنة هالصبي يا رب. يعطيك العافية معلم. أهلين الله يعافيك. شكيلو دراقي. نعال دراقي. سلامة نظرك أستاذ. وين دراقي؟ يعني ما في؟ أخي هلأ مو موسمه، ما رح تلاقي. في عندي شوية بردقانات صغار. أخي بردقان ما بدي، بدي دراقي. أخي دراقي ما رح تلاقي. اسمع مني، مشي حالك بشوية بردقان صغار. يا ريت، ما بيمشي الحال عن إذنك. الله معك، شرفت. أهلين وسهلين. أهل دراقي هناك. مساء الخير معلم. مساء النور. الله وكيلك، صار لي 3 ساعات عم افتل على رجلي. خير امور؟ بلاقي عندك دراقي؟ هلا حضرتك عم تمزح معي، هلا وقت الدراقين هلا؟ بعرفك من قبل حتى امزح معك، سالناك سؤال. ما في. طيب وين ممكن لاقي؟ هلا ايدي على راسك، مو كاميرا خفيه؟ ابو طارق؟ ايوه ابو طارق، كانوا عم يصوروا بالتلفزيونه. وينه؟ وين الكاميرا؟ مرحبا اخي. اهلين وسهلين. وين بلاقي دراقين هون؟ دراقين؟ ايه؟ لا حول ولا قوة الا بالله، الله يثبت علينا على الدين، اتركنا السباب، اتركنا. الو، مرحبا حبيبتي. تأخرت كثير ما هيك؟ إيه طيب شو بدي ساوي؟ لهلا ما لقيت دراقين. شو بدي أقول لك؟ في دراقين خشاف، يعني معلبات، بيمشي الحال؟ ما بيمشي. طيب، فتلت بكل المحلات ما في. حتى ببرادات الفواكه ما في، قال الدراقين ما بيقعد بالبرادات. ايه ولا بالمطاعم. تعرفي ما ضل قدامي غير سفارة سيراكوزيا. لا ما بيبيعوا دراقين بالسفارة. ايه بس اليوم العيد الوطني لسيراكوزيا. ايه وبهالمناسبة السفارة عاملين فيها حفلة كوكتيل. فإلا ما اجتمع لي بكم دراقين هنيك. ليش؟ لأنه هن عادة بيجيبوا الفواكه من هنيك. ايه والدراقين هلأ موسمه بسيراكوزيا. ايه لا لا حبيبتي ما فيها غلبة ولا شيء. ايه بس لقلك وعي تحكي بطنك. ها ايه طيب أوروفوا. يا استاذ عفوا لوين فايت؟ على الحفلة. ليش مو هون سفارة سيراكوزيا؟ اي نعم هون السفارة. ومو اليوم العيد الوطني لسيراكوزيا؟ اي نعم اليوم. ومو عاملين جوا حفلة كوكتيل بهالمناسبة؟ وحضرتك مدعو؟ طبعا مدعو، لكان بدي اجي هيك من الباب للطاقة. عدم المؤاخذة استاذ، اسمح لنا ببطاقة الدعوة. بطاقة؟ وين حطينا البطاقة يا ترى؟ وين البطاقة يا سعيد؟ يبدو أني نسيتها، جل من لا ينسى. آسف كثير أستاذ، الدخول ممنوع بدون بطاقة. شو هالحكي؟ هيك التعليمات. بس أنا مدعو. شو ما عرفتني؟ لا والله. أنا من سفارة ناميكوزيا، ولما أجوا جماعتكم وجابوا لنا بطاقات دعوة قالوا لي انه نحن وحدة حال بيناتنا، يعني ما في فرق، بامكاننا نجي بلا بطاقة دعوة حتى. استاذ اذا بتريد لا تضيع وقتك ووقتي، التعليمات واضحة والدخول بدون بطاقة ممنوع. خلص اوكي. انا اصلا متعشي بالبيت، مو جاي لاتعشى. صحة وهنا. اخي يجبرك ربي، بدي منك الخدمة. مور استاذ، اذا شغلة بيطلع بايدنا ما منقصر. هلأ جوا مو حاطين طاولة فواكه؟ ايه طبعا. وعلى هالطاولة ما في فواكه أشكال ألوان؟ أقل منا، السيراكوزيين مشهورين بالكرم يعني. يعني في دراقين على الصفرة؟ بتصور إجانا دراقين من سيراكوزيا، حاكم هذا وقته. بس أنت ليش عم تسأل؟
الحقيقة أنا ماني جاي أتعشى، كنت جاي أخذ لي كم دراقنة وروح، فتلت نص البلد وما لقيت دراقن. وليش بقى؟ أخي بصراحة مرتي عم تتوحم وما عم لاقي لها دراقن. لا حول ولا قوة إلا بالله. هو أجي على بالها تاكل دراقن، يعني معقولة ما لبي لها رغبتها بهاللحظات العصيبة؟ لا والله معك حق، ولو أنا محلك بدي جيب دراقن لو بدي أسرقها سرقة. أنت عيني، وأنا ما بدي أسرق سرقة، بدي كم دراقنة، وأكيد هالكم دراقنة ما راح يكسروا ميزانية سيراكوزيا. تكرم عينك يا حسان. أمسس بتجيب كيس نايلون وبتحط فيه شوية دراقن للأستاذ ورجع بسرعة. تكرم أستاذ. شغلتك بسيطة. تفضل أستاذ، هينا لك ما تنقاي. الله يجبر بخاطرك. سهلين. الله يقدرني على كفافكم. لا شو عم تعمل؟ لا تخجلني، اجري تعبكم. لا عمي، روح عمي روح. روح تيسر ونحن ما عملنا غير واجبنا الانساني. الله يقوم لك اياها بالسلامة يا رب. الله يسلمك. اهلي وسهلين. مساء الخير. أهلين سعيد، ليش هيك تأخرت؟ أغلي قلبي عليك. آخ يا رجلي آخ، فتلت نص الشام وأنا ماشي على رجلي. يا علي يا عليك، شو عم تتعذب معي؟ معلش روحي، مو مشكلة، المهم تعبي ما راح على الفاضي وقدرت جيب لك دراقن. شوفي لي هالدراقنات شو ضرار. لا طالعوا، لا طالعوا من الكيس سعيد. ليش روحي؟ مو أنت طلبتي الدراقن؟ ما بعرف شو صار لي، أول ما شفتك جايبه دغري صار بدني يحك ونمل جسمي كله، كانت نفسي رح تقلب. لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني ما بدك تاكلي دراقن؟ لا أساعده، ما بدي دراقن، نفسي عم تطلب الكاوي، ناطف قلبي على شي حبة كاوي. على مهلك روحي، على مهلك. ها اوعي تحكي بطنك. نازل على السوق جيب لك كاوي. في كاوي ها بيلتقى، البلد كلها مليانة كاوي، بس اوعي تحكي بطنك. ها لا مو معقول. معقول الحكي؟ الله شو الحكي ها؟ خير الطنبرجي كان معزوم؟ من لا تقنعني، لا مع القصة، لا خير ينعزم وانا لا. لا تخينة، تخينة كتير هي ابو محدين، ما عم تنبلى معي ابدا. ودخلك ابو عبد الناعوري كان بالعزيمه شي كمان؟ الله لا يعطيك العافيه فوق تعبك يا عبد المجيد عيسى على العمله. العمى فعلا شي بيسود الوش. ودخلك على علمك انا ليش ما انعزمت؟ ايه ها نسوه، لانه انا نكره كثير لحتى ينسوني، مو هيك؟ ايه بعدين فيك تقلي ليش ما نسيوا غيري؟ مثلا اللي وقبوا غياس نسيوه شي؟ ايوه طبعا، لا ما بينسوه، لانه هذا لواء وابو حكمة المعصراني. حدا نسي شي؟ ها ايوه هذا ما بينتسى اخي، لانه زنجيل ومعبى مصاري. مع انه بالاسم زلمه ومعبي بنطلونه. والقاضي ابو مصطفى طبعا موجود، قاضي قد الدنيا، كل الناس بدها رضاه لك يا عمي. على كل حال ماشي الحال ابو محدين، بسيطه لك يوم يا عبد المجيد عيسى، بسيطه. يا اخي ابو محدين بسيطه، برجع بحكي معك. اهلين الله معك. ولك اخ اخ رح يحرق قلبي عبد المجيد عيسى هاد. ليش بقى؟ لك معقول يعمل عرس ابنه ويعزم كل الناس وانا ما يعزمني؟ هلا ما رح نخلص من قصة العرس، صار لك 20 يوم عم تحكي فيها، حاجتها بقى.
طبعا بدي احكي فيها، لانه هي الشغله عم بتحز بقلبي حز، وعم بتنخر صمصوم قلبي نخر. لك العمى بقلبه، لك ما ماتت امه من غير اليوم، استنفرت معه 3 ايام وانزرعت زرع بالعزا لحتى استقبل وودع مثل حكايته طول النهار. ولما اخذوا ابوه على المستشفى كنت اول واحد مزروع على باب غرفه العمليات، والبوكيه الورد على ايدي. لك انا مسلفه كثير لهالزلمه هاد. لا يكون نسيوك نسوه. كانوا ينسوا حدا غيري، مو ينسوني الي. هالشغله ما خطت مشتي بنوب، اكيد الشغله مقصوده. ليش بقى؟ معلوم، لانهم بيغاروا مني، بيشوفوني صاحب حظوه اجتماعيه كبيره وصاحب مركز اجتماعي لامع، وكيف ما فتت وكيف ما طلعت بكون محط الانظار ومركز اهتمام. لك ما في عزا بحضره او عرس او اي مناسبه ثانيه الا ما بلحق سلامات على الكبير والصغير، لذلك بيتجاكروا مني وبينقرقوا مني وبيحاولوا يزغروني هيك قدام الناس وما يعزموني، بس فشت عينهم الشغله كلياتها ما بتغبر على كندرتي. وانت قلت سميح، واذا ما عزموك نصت شي شقفه يعني؟ ما نصت شقفه لا، بس هذا اسمه استهتار تهميش، بدهم يهمشوني. بس عيب عيب عليهم يعملوا معي هيك. لك الناس اللي كانت قاعده بالعرس وما شافتني شو بدها تقول؟ ما رح تسال حالها ليش انا مالي موجود او ليش ما انعزمت؟ لا ستي بدها تسال، لانه رح ينتهبوا لغيابي. لك لا تطلعي فيني هيك، فراغ كبير بترك انا، يعني ما بقعد بالمناسبه او لازمه مثل باقي الناس والعالم، صمم بكمن فهم لا يفقهون، لا بحكي ولا بشكي. بالعكس تماما، بتلاقيني من اول ما بفوت لوقت ما اطلع لساني ما بفوت لحلقي ولا بكن ولا بهدا، والحديث كله يا اما انا مستلمه مقاطع وما عم خلي دور لحدا، يا اما موجه لي. بقى وين رايح بهالعجا عبد المجيد؟ وين؟ بسيط على سميح، مشان الله التع قلبي من هالقصه. لو كنت عرفاني انك رح تحكي فيها 20 يوم كنت رحت براسي لعند عبد المجيد وترجيته وبست ايده وقلت له دخيلك اوعى تنسى تعزم جوزي، حطوه براس القائمه دخيلكم. عم تتمالسي يعني؟ بعدين هي انت الثانيه كمان ما انعزمتي على عرس النسوان. لا ما حذرت، لانه انا انعزمت اول شيء، بس ما رحت مشان راعي مشاعرك. المهم هلا امتى بدنا نزور بيت عمتي؟ صرنا زمان ما شقينا عليها. امتى ما بدك تروحي؟ بكره، بس على شرط يكون قبل الظهر، لانه بعد الظهر في عندي مباركه لبيت الاوادري، والمسويه في عنا تمسايه لجيران بيت اختي بحاره الهواش. لا لا انا قبل الظهر ما بقدر، عندي مشوار على المستشفى. خير؟ ابو نعيم عامل عمليه بواسير وبدنا نشق عليه. مين نعيم؟ كان موظف عنا بقسم العقود يلي شفناه بعيد ميلاد كوسر، ما تذكرتي؟ ايه امبلا تذكرته. لكان خلص خلي مشوار عمتي لبعد بكره. بعد بكره 40 ابو عادل، ولازم وقف مع اولاده من الصبح للمساء. طيب شو رايك يوم التنين؟ لا مو فاضي يوم التنين، عندي صبحيه ببيت المغربي وعصريه ببيت الافغاني. لكن امتى بدنا نروح؟ بكره اذا اجتمعنا انا وياك بالبيت بنفكر بالموضوع. بدك شيء؟ شايفتك لابس ومبكر، شو في عندك اليوم؟ رايح على ضيعة المروج. خير، شو في بالمروج؟ يا ستي في صلحة بين بيت الآغا وبيت الباشا، وعازمين وجهاء كتير ليحضروا الصلحة، وأنا طبعاً من بين المدعوين. ومنين بيعرفوك بضيعة المروج؟ ليش مين ما بيعرفني بالضيعة كلها؟ أصلاً المختار شخصياً هو اللي دعاني، وغير هيك بيت الباشا يرايح له نتيل وراح يقبضوا ديته بكرة، بعرفهم من كبيرهم لصغيرهم. أه الله يوفق. وانت شو رح تساوي اليوم؟ نازلة مع بيت الكسرواني عالسوق. ليش شو في بالسوق؟ بدهم ينزلوا يقطعوا قماشة البدلة البيضة وينقوا اللي جهزوا، انا معزومة معهم. لك بتعرف ام احمد الكسرواني شو قالت لي؟ لا والله. قالت لي انا ما بمشي خطوة بلاكي وراسها والف سيف الا نقي قماشة البدلة البيضة. بقى حلوة يعني اكسفهم وخجلهم؟ لا والله مو حلوة، بيت الكسرواني صاحبين واجب مثلنا ولازم نطلع قدهم. هلا انا لازم افكر بطريقه كيف خوزق فيها عبد المجيد، لانه ما عزمني على العرس. رجعنا لقصه عبد المجيد وعرس ابنه، نسالي اياها القصه، طلعت ايدها المساله. الو مرحبا نعيم، شلونك؟ شو اخبارك؟ دخلك؟ امتى عرس ابن اختك؟ الخميس الجاي؟ منيح. وين اعتمدتوا تعملوه؟ باي صاله يعني؟ يا سلام ممتازة كتير هاي الصالة، والكروت انطبعت يا ترى؟ ايه تمام، دخيل عينك شفتي بقائمة المدعوين اللي عندك اسم عبد المجيد عيسى مسجل شي؟ ايه يلا يلا انا بانتظارك. لك اخ رح ينتفخ قلبي من قصة عبد المجيد.
ايه نعيم؟ شو الحكي؟ مسجل؟ وينك نعيم؟ اشطبه فورا. لك اخي لا تسألني ليش؟ عم بلك اشطبه. هي منيح يسلموا ايديك. اخي هذا عبد المجيد ما لازم ينعزم على اي مناسبة من مناسباتنا بعد اليوم. لا ما في تار بينه وبينه. بس المنظوم لما عمل عرس ابنه ما عزمني. شفت على الفصل البارد؟ ايه بس انا ما راح انساله اياها. لاحوا عالدعسي. وين في مناسبة او لازمة بده ينعزم عليها لازم اعمل جهدي لاشطبه وناوي انهي وهمشه اجتماعيا. طبعا بيستاهل. وينك نعيم؟ اذا لزمكم شي اتصلوا فيني. ها وعلى كل حال انا من بعد بكره رح فرغ حالي لعرس ابن اختك. لا ولو هذا واجبنا. اهلين اهلين نعيم. الله معك. مع السلامه. شو رايك بهالحركه اللي عملتها؟ يعني فكرك اذا عبد المجيد ما انعزم على عرس ابن اخته لنعيم كثير رح ينطش او يتاثر. وليش لحتى ما ينطش؟ لانه مو مثلك. مو مثلي؟ ليش شبني انا؟ ما بكشي بلا ما احكي احسن. مرحبا. اهلين. طمني شلون كانت الصلحه؟ اما شو صلحه؟ الحكي مو مثل شوف لك عليا. لو تشوفي الذبايح والاكل والفواكه والمحلي والاراجيل لك ما خلوا شيء يعتب عليهم. طبعا لانه الجماعه بيفهموا بالاصول. ايه بيفهموا بس لك جماعه بيشرشروا فهم وذوق. الله وكيلك من اول ما دعست رجلي باب العتبه دفشوني فرد دفشه على الصدر وقعدوني جنب المختار ورئيس الجمعيه الفلاحيه ومختار ضيعه جل الديب. وقبل ما القط نفسي جابوا لي ارجيله ودحشوا البربيش بتمي. وتصالحوا العيلتين مع بعضهم دخلات؟ طبعا تصالحوا. لكن ليش رايحه كل الجهات؟ والخميس الجاي عاملين مولد وعازميني عليه وراح يقروا بهالمناسبه. وناوي تحضر المولد انت؟ ايه طبعا بيصير ما احضر. لك هذا واجب وانا طول عمري صاحب واجب تعرفيني انت. ايه والله معك حق. كل شيء الا الواجب. صدقني يا سميح انا اذا لا سمح الله قصرت بشي واجب، يعني مثلا اذا ما حضرت شي مناسبة عزمت عليها او ما شاركت بعزيمة او تمساي لحدا بعرفه ما بنام طول الليل، هيك ضميري بيوجعني من جوا. لك لكن هذا هو المزبوط. الناس للناس. لك المثل بيقول جبل لجبل ما بيلتقي بس بني آدم لبني آدم بيلتقي. لروح شوف مين. أهلين أخي ربيع. أهلا وسهلا. تفضل. أهلين أهلين وسهلين ربيع. يا ميت أهلين وسهلين. تفضل. أهلا وسهلا. ما بقدر مستعجل شوي. خير أخي في شي؟ إيه ما في شي. بس وين كنوا أنتوا ما كنوا مبينين؟ خير لا سمح الله في شي؟ مقصر مع حدا شي؟ حكي مثل ما بتعرفني انا صاحب واجب بنطر قفاي وما بحب كون مقصر لحتى ما حدا يجيب معدلي. صحيح. وعلى هوا ما سمعت ما في عرس الا بصير عندك خبره. ولا مولد ولا فرح ولا حتى طهور الا كله بتدرى فيه وكله بدك تحضره. مزبوط. انا بدرى بالشاردة والواردة وبقوم بواجب الناس، هيك الاصول. بس امك صار لها 4 ايام بالمشفى، يا ترى تريد بها الشي يا ابو الاصول؟ بتعرف ماجد انا بعرف انك مونون بقصة الجواز. ليش ما بعرف؟ يعني لأمتى بدك تضل هيك؟ البركة مالك صغير. صحيح معك حق. كبرت كتير وما تجوزت، شفت كتير وشفت قليل وما كنت لاقي وحدة تناسبني. بس هالبنت هاي خرطت مشطي تماما. وشها، عيونها، شعرها، قعدتها، كل شي فيها عجبني وبتناسبني عمرا. يعني لا كبيرة علي ولا صغيرة، وهذا هو مطلوبي. صار لي 3 ايام عم بسمع منك هالحكي. بدي شي جديد. مثل شو؟ يعني ما بيكفي تخرط مشتك من بعيد لبعيد، لازم تشوفها، تحكي معها، تتعرف عليها، تعرف على حالك. هيك من الباب للطاقة. اي سيدي من الباب للطاقة. شو بدها الشغلة يعني؟ بعدين انت ما عم تعمل شي عيب لا سمح الله، قصدك شريف ونيتك سليمة مو هيك؟ ولا ناوي تتسلى؟ اعوذ بالله.
انا غرضي تسلاقي، شو بنا ما جيت؟ هلا بطلت تعرفني انت؟ عم بحكي معك هيك لاني بعرفك. المهم قوم احكي معها خلصني. هلا شلون بدي احاكيها وما في معرفه بيني وبينها؟ هلا ما صار لك 3 ايام عم تقعد مع بيلا؟ بلا. إيه معناتها صارت بتعرفك، او على قليلي صارت بتعرف انك مهتم فيها، وهذا بيسهل الموضوع كثير. قوم هلا قوم خلصني. طيب شو بدي احكي؟ يا سيدي الحكي بيجي لحاله، المهم تلاقي مبرر تبدا فيه الحديث. مو هي هون المشكله، المبرر. صار لي 3 ايام عم دور على مبرر وما كنت لاقي. حواليك شي مبرر ظريف؟ طيب شو رايك قوم انا حاكيه عنا؟ هلا عود بلا ولدنه، مالنا اولاد صغار نحنا. اذا بدك تخدمني بتلاقي لي مبرر. طيب بسيطه، اسالها قديش الساعه. اسالها قديش الساعه. هالحركه ولاديه مو خرجنا، انقرضت من 20 سنه. طيب شو رايك تعمل حالك مخربط فيها؟ شلون يعني؟ يعني مثلا هجوم عليها دغري وقلها مرحبا سهى، على اساس تعرف وحدة اسمها سهى واستشبهت فيها، بتقوم بتقلك انا مو سهى، يعني بعدين بتكفي من عندك. لو كنت مستشبه فيها كنت حكيت معها من يومين مو هلا. بعدين خايف عن جد يطلع اسمها سهى، بعرف حظي انا. طيب شو رايك انك تحمل حالك وتقعد جنبها وتستعير منها المجله اللي بايدها؟ ماشي الحال، فكره معقوله. ادعي لنا اخي ماجد. الله ياخذ بيدك، استناك ولا امشي؟ انتظرني دقيقتين، اذا شفتني عم باخذ وبعطي بالحديث اتكل انت. لو وين بدي اتكل؟ خذ تاكسي وروح انتظرني مطعم الشلال. ماشي، راح استنى. عفوا هاني سيف، في حدا قاعد هون؟ شكرا. حلو الطقس اليوم، لطيف كتير، لا برد ولا شو. ممكن استعير هالمجلة بالله؟ بعتقد ما في داعي لهالحركات. أنو حركات؟ صار لك 3 أيام عم تحوم حوالي وتاخذ لي بوزات، ممكن أعرف ليش؟ الحقيقة أنا كنت وما زلت يعني حابب أني أحكي معك ومنتظر الفرصة. أيوة، وإجيت تستعير المجلة لحتى تخلق فرصة للحكي، مو هيك؟ طيب عفوا، أنت شلون بدك تحكي معي من دون ما تعرفني؟ أنا قلت لحالي إنه ممكن نتعرف على بعض بالأول بعدين بنحكي، طبعاً إذا ما بدايق هالشي. بس بترجاكي لا تفهميني غلط، أنا مو من الناس اللي ببالك منه، بالعكس أنا نيتي اتجاهك صافية تماما. على كل حال مو مشكلة، أنا ضجراني وحابة دردش مع أي شخص. ماشي الحال، أنا اسمي عادل. وأنا سهى. سهى؟ شو؟ ما عجبك الاسم؟ لا عجبني كتير. أنسة سهى، يا ترى أنت دائما بتجي لهون؟ يعني وقت بكون مالة بجي لهون لحتى اختلي بنفسي وشم هوا نظيف. بالظاهر بيتكم ضيق وما بيدخلوا الهوا. لا مو هذا قصدي، بالعكس بيتنا كبير وشرح وعين الله حوله. وين ساكنة حضرتك؟ أنا غرب المالكي. وين يعني بالتحديد؟ عدم المؤاخذة للإلحاح. مو مشكلة، بشارع مستشفى الشامي. إيه الحق معك، السكنة بهيك شوارع معرضة للضجة والتلوث، خاصة إذا كان البيت طابق وما في حديقة. لا والله عنا حديقة وكبيرة كمان، بس السكنة برات البلد أفضل، مو هيك بدك تقولي؟ يعني أنا بتمنى يكون لي برات البلد بلاطة واحدة حتى أبني عليها عش مثل عصفير وإسكن. بس منين يا حسرة؟ وحضرتك ما بتحبي تسكني برات البلد يا ترى؟ بلا، وبصراحة عنا مزرعة بالصبورة وفيها فيلا ضخمة ومسبح وأشجار مثمرة، بس رغم هالشي الواحد بيمل أحيانا ما بيعرف ليش. عفوا، يعني بفهم من هالكلام أنه حضرتك ميسورة الحال؟ ايه ولله الحمد، الوالد مخلف لي مزارع وبيوت ومصاري وعندي شركات كبيرة وضخمة، ورغم هالشي بحس بالملل ما بعرف ليش. معقول عندك كل هالأملاك وكل هالإمكانيات ومالة؟ هو صحيح المصاري ضرورية لرفاهية الإنسان وراحته، بس لما بتكون مكدسة تكديس تتحول لنقمة. كيف ما اطلعت حوالي عم لاقي ممتلكات ومجوهرات ومصاري، صدقني مليت، يعني حاسة حالي إنه حياتي كلها فارغة،
مع انه كلها سهرات بارقى الاماكن ورحلات لاوروبا ومتابعه لاحدث صيحات الازياء والسيارات. عفوا شو نوع سيارتك؟ يعني شو بتحبي تسوقي؟ لانه سياره واختيارها بتدل على شخصيه الانسان. شايف السياره اللي واقفه هونيك؟ ايوه هاي المرسيدس البيضة اللي حدا الشوفير. هاي سيارتي؟ ايه سيارتي وسائقي الخاص. تتهني فيها، فعلا سيارة مرتبة. بتصدق مليت منها مع اني من شهرين اشتريتها. لا شو الحكي؟ قبلها كان عندي فراري صفرة، وقبل الفراري كان عندي جاكور كحلي وإلى خط ذهبي، وقبل الجاكور بدلت شي 4 سيارات أمريكي، وهلأ والله ناوية بدل المرسيدس. شو رح تشتري بدالها؟ بي ام؟ ما بعرف، بجوز الطق بمخي واخذ لي زلحفه صغيره. زلحفه؟ نوع من التغيير مو اكثر. بتعرف يا أستاذ عادل إني ما بثق بحدا من اللي حوالي، بحسهم كلهم منافقين ومخادعين وصيادين فرص، والكل بيتعامل معي من شان ساروتي مو من شان شخصي. مشان هيك عم أحس كل شي حوالي مزيف وبارد وممل. الله يعينك، بتعرف عم تعاني كتير، مو بس الفقرة اللي بيعانوا. نيال الفقير وعيشته كلها بساطة ورضا وقناعة وصدق. عفوا آنسة سوها، إذا سمحتي لي اتدخل، يعني كمان انت بتتحملي مسؤوليه هالشي، قصدي انك فيك تختاري لنفسك اجواء خاصه ونمط معين لحياتك بحيث انك تكوني مرتاحه. هذا الحكي نظري، لو كان عندك ثروه بحجم ثروتي ما كنت حكيت هالحكي. ليش كل هالقد ثروتك كبيره؟ ايه كبيره، لاني انا البنت الوحيده للوالد الله يرحمه. هو كان مغترب وكان عنده املاك كثيره، ولما توفى ورثت كل شيء عنه. صحيح أنا ما بشتغل بإيدي وعندي موظفين ومستشارين ومدراء أعمال، بس مجرد متابعة الأرقام وإحصاء الأرباح بوجع لي راسي، والمشكلة إني وين ما حطيت مصاري بربح. لو كل الناس خسرت أنا الوحيدة اللي بربح. فعلا مشكلة. تخيل من سنتين اشتريت مزرعة بقر ببريطانيا لأنه والدي الله يرحمه كان يشتغل هنيك. المهم اشتريتها $5 مليون، وبعد فترة كل بقر بريطانيا جن إلا بقراتي، ما صار لهم شيء. لا مو بس هيك، زاد سعرهم كمان لأنه ما جنوا. العمى على الحظ، قصدي شو هالنحس هاد. ومرة اشتريت مزرعة عنب جنوب إسبانيا، نحمر بيا مربط خيل العرب، يومتها انضرب موسم العنب كله، لحقته دودة وما خليت منه شيء إلا عندي، ضلوا عنباتي مثل ما هنن وبعتهم بأغلى الأسعار. لا حول ولا قوة إلا بالله، ليش هيك عم يصير معك أنت؟ النحس لاحقني وين ما رحت. ليكون وجعت لك راسك بحكي. لا لا ابدا، اعوذ بالله، بالعكس انا مسرور كثير لانك فتحتي لي قلبك وحكيتي لي كل هالحكي. فعلا انا كنت بحاجه لاي انسان لحتى احكي له وجعي. صحيح ما سالتك انت شو بتشتغل. انا ايه انت شفتي البقاليه يلي ورا جنينه يلي لها خيمه خضراء؟ ايه عرفتها، هي لك؟ لا شو لي، بشتغل فيها بس. شو بتشتغل بيا؟ لا محاسب ورا الصندوق، يعني هيك شغلي على قد الحال. يعني انت فقير؟ يا ستي بامكانك تقولي فقير او معدم لانه الراتب قليل كثير. ايه نيالك. على فكره انت عايش بنعمه مالك حاسس فيها ابدا. انا على القليله بالك مرتاح وذهنك فاضي. مو بس ذهني فاضي وجيبتي فاضيه كمان. انت شاب والمصاري مثل ما بتجي بتروح، لا تزعل عليها ابدا. مالي زعلان؟ مين قال لك اني زعلان؟ انت متجوز؟ لا لسه ما صار نصيب. وحضرتك؟ في 2 حايمين حوالي وعم يطلبوا ايدي. الاولاني ابن تاجر عربي كبير اجتمعت فيه بلندن، عنده محلات اقمشه باوكسفورد ستريت. صحيح هو جنتلمان كثير ومزوي، بس مشكلته بارد. انا ما بحب الباردين، بتحس ردود افعال الباردين معدومه، شو ما صار حواليهم ما بيتاثروا. والتاني ابن ملاك كبير هون بالشام، عنده مزارع كبيرة كونسيروا وما كونسيروا ومرتديلا ومعامل آليات. كمان الشاب لطيف ومهذب، تعرفت عليه بحفلة كوكتيل بسفارة ولمح لي على الموضوع. انت شو رأيك؟
المشكلة الاثنين ما نزلوا لي على معدي، أنا غنية وهن غنايا، وحديثنا المشتركة رح تبقى بايخة، كلها شغل وعمل وصفقات، وأنا هربانة من هالشي. أنت شو رأيك؟ بشو؟ بتحب ننزلك الغدا استاذ؟ لا معلش، شوية تانية، عم بستنى شخص، فنجان قهوة تانية تسمح. حاضر. على فكرة، أنا ما حسيت معك بالوقت أبداً. صدقيني أنا عندي نفس الشعور أنسى سهى. من زمان ما صار لي فرصة لأحكي كل هالحكي. بتمنى ما أكون أزعجتك بمشاكلي. لا لا بالعكس، أنا مستعد أقعد معك 7 أيام بليليها وأنا عم بسمعك. بس هلأ عندي طلب صغير. تفضل. ممكن أشوفك مرة تانية؟ خليها للظروف. وليش لنخلي الظروف تتحكم فينا؟ ليش ما منتحكم نحن بالظروف؟ على فكرة، أنت جريء وأنا بيعجبني الشاب الجريء. وأنت ذكية ولماحة وأنا بتعجبني البنت الذكية. شكراً، هذا من لطفك. على كل حال أنا مسافرة كم يوم على باريس، بدي أجيب كم فستان، برجع يوم الأربعاء. الخميس الجاي بتلاقيني هون بالجنينة. حاببتها كتير لهالجنينة، كتير مسلية. وأنا رح أضل هون بالجنينة من هلأ ليوم الخميس الجاي. طيب، عن إذنك. مع السلامة. الله معك. فرصة سعيدة. فرصة طيبة. الله معك. شو أستاذ، ما رح تتغدى عنا؟ لا والله بدي أمشي. إذا حدا سأل عني قال له ماجد عم يستناك بجنينة، خليه ينتظرني. حاضر. شكرا. أهلا وسهلا. شو وينك؟ تأخرت كثير أنسى سهى. معلش صار معي ظرف طارئ، حدا سأل عني؟ سأل عنك صاحب المحل وكان معصب كثير. إيه وشو قلت له؟ قلنا له راحت مشوار ضروري كثير وهلا بترجع. وحكى شيء؟ لا ما حكى، هي الفواتير عندك. يلا. يلا يا ابو رامز. لوين قاعدين بيه؟ خذني على مطعم الشلال، بكون ماجد عم ينتظرني هنيك، ملل من الانتظار. حاضر يا بيه.